أفادت تقارير اقتصادية أردنية بانخفاض معدل تصدير منتجاتها إلى العراق خلال المدة الماضية، وهو ما عزاه مختصون إلى الأوضاع الأمنية من جهة وفرض رسوم جمركية من قبل الجانب العراقي. وقالت التقارير أن الصادرات تراجعت بنسبة 8% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي، وبدأ مؤشر التجارة الخارجية منذ بداية العام الحالي بين المملكة والعراق يتراجع بسبب انحسار الصادرات الوطنية التي بدأ حجمها ينخفض رغم توقيع حزمة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالشأن الاقتصادي وإعادة فتح المعبر الحدودي البري بين البلدين.